11-11 هي بوابة طاقية، بتتعامل مع ايه؟ مع قانون الجذب، بتتعامل مع الكارما. دي بتحصل كل سنة، بس السنة دي بطريقة قوية شوية. البوابة الطاقية 11-11 11-11-2023 لفتح البوابة الطاقية. البوابة الطاقية 11-11. البوابة الطاقية 11-11 عادي. موعدنا مع الباب الطاقي 11-11 هالمناسبة يلي هي كتير كبيرة ومنحتفل فيها كل سنة. فلنبدأ الآن. هذا أنا، أنا سيزر، أنا كل الألوان، أنا جميع الثقافات، جميع المشاعر السعيدة والحزينة، أنا شغفك، أنا أثرك، أنا عبقك، أنا جميع ما حولك من غير حدود. سأضيف إلى عالمك رونقا من الجمال ودفء الأحاسيس، وأعالج روحك وجسدك بصوت الدفء وأسرار سيزرياتي. فقط أغمض عيناك الجميلتان وتنفس معي بهدوء. في هذه السيزرية الرائعة ستكتشف أن الإشارة الزمنية 11-11 هي ليست بوابة طاقية كما يدعون من يستلهمون أفكارهم من الهندوس والهنود، ليست بوابة طاقية كما يزعمون من يسمون أنفسهم مدربي طاقة وقارئي أبراج وتاروت، وهم أكثر ما يقومون به هو نسخ ولصق للخرافة ثم ترجمتها للعربية وإضافة بعض التعبيرات العامية لتبدو كأنها حقيقية، التي أصبحت بمعتقدهم الأبلة وما يزرعونه في عقول التبع الذين يلحقون بهم، وكأنها أهم حتى من ليلة القدر أو يوم عرفة، بدون أدنى فكرة حتى عن الأمر الذين يتحدثون عنه وعن خصائصه. كل ما في الأمر هو نسخ ولصق من الغرب والهنود والهندوس لنظهر بمظهر أصحاب الفهم والعلوم السرية الحكر أمام السذج ممن يتابعوننا. ولكن أنا هنا وفي هذه المرة موجود معك لأكمل لك رحلة الإشارات الزمنية التي كنت تراها عندما تنظر للساعة فتجدها 11 و11 دقيقة، أو التاريخ 11 من الشهر 11 وتستغرب، ومعك هنا الآن لكي أفتح لك بعون الله وبعد أمر الله باب انفراجات وتغيير حال أكيد. هذا الباب الذي تضيع في غبار أعتابه، تلك البوابة الطاقية المزعومة التي يتناقلون الحديث عنها كالببغاءات دون أي فهم أو فائدة. وسترى وتعلم وتتأكد أن هذا الباب هو باب الرحمة وتغيير كل شيء عالق في حياتك وضمن حدود الله ورضاه، وبسرعة تجل للأحداث رهيبة. مرحبا أيتها الروح العميقة الدافئة. تطابق الوقت أو الزمان وكل الإشارات التي كنت تراها سابقا هي علامات ربانية روحانية تعني اقتراب موعد تغيير هام في حياتك. أما الرقم 1 حتى لو وضع بجانبه 1001 إضافي ليصبح 11 أو 1111 سيبقى إشارة مرسلة إليك لكي تفهمها، وهو رمز الوحدانية الإلهية بأن الله عز وجل هو واحد أحد لا شريك له، يراك يراقبك وهو دائما قريب وبجانبك.
ولكن عندما تتكرر هذه الإشارات التي تراها في التاريخ والوقت والساعات وفي كل قادم وكل ما فات، وعندما يتضاعف الرقم ليصبح 11 بدلا من 1 مثل الساعة والوقت 11 و 11 دقيقة، فهذا يعني أن الله الخالق الواحد الأحد هو موجود وقريب، يرى ويراقب ويدعم هذا الشخص الواحد الذي هو أنت. وبهذا يتشكل معنى الرقم 11. هل فهمت ما أقصد الآن؟ حسنا، ولكن ماذا عن 11 الأخرى في هذه الإشارة المتكررة من الساعة، من هذا التطابق الزماني أو التاريخي الذي تراه بكثرة، مثل ما تكون الساعة التي وكأنها تقول لك أنا هنا، شاهدني أنا الآن 11 و 11 دقيقة. ها جميل جدا، ركز معي. قد قلنا بأن 11 الأولى هي الواحد الأحد الذي ينظر ويتابع ويدعم شخصك الواحد بالرغم من وجود أعداد لا تعد ولا تحصى مثلك في هذا الكون من خلقه، يتولى أمورهم بنفس الوقت والزمان. فتكون 11 الأخرى هي إشارة الله لك بأن الواحد الأحد يريد من هذا الشخص الواحد الذي هو أنت أن ترى إشارته وتفهمها، بأن عليك أن توحد وتمجد الواحد الأحد الذي هو بقربك ويراقبك ويحنو ويعطف عليك ودائما معك، وأن تفهم أن أمرك وشأنك ليس بالقليل عنده، وهو سبحانه يوحي لك لتنتقل لمرحلة روحية وانتقالة قدرية عظيمة واحدة من شأنها أن تجعلك تنسى كل هموم وكوارث حياتك دفعة واحدة. الله الله الله، هل فهمت اللطف الإلهي الآن؟ فعن أي بوابة طاقية هندوسية يثرثرون في لحظة أن الله يفتح لك بوابة لرحمته العظيمة التي وسعت كل شيء في كل يوم؟ أفلا يعقلون؟ أما الآن سأصطحبك في أجمل وأقوى طريقة روحانية في التمجيد والتوحيد لدخول باب رحمة الله الأعظم الذي هو دائما مفتوح، على عكس بوابتهم الطاقية الهندوسية المضحكة التي تفتح في يوم معين وكأنها حانوت الجهل الذي يبيع الأوهام. أريد منك الآن أن تسترخي. استرخي في مكان هادئ بعيدا عن الضجيج. اسمح لجسدك كله بالاسترخاء. أغمض عيناك الجميلتان وتنفس معي بهدوء. خذ شهيقا عميقا من الأنف وزفيرا بطيئا من الفم، ومع الزفير قل الله. شهيقا عميقا من الأنف وزفيرا بطيئا من الفم، ومع الزفير قل الله. شهيقا عميقا من الأنف وزفيرا بطيئا من الفم
ومع الزفير. الله، أنت الآن تشحن نفسك بأقوى الأنفاس الروحانية الرحمانية. أريد منك الآن أن تتخيل أنك تحادث وتمدح شخصا ذو قدر ومنصب عالي. فلنبدأ برئيس عملك أو أحد ضباط الدولة في بلدك. هل تلاحظ الوضعية التي اتخذها عقلك ليكون في موضع تقديم للاحترام واتزان في الكلمات؟ دعنا نتخيل الآن أنك تحادث وتمدح أحد الوزراء أو رئيس دولتك بالأحرى، لتشعر برضاه وقوته التي سيقدمها لك لتحقيق مطلب لك. هل تلاحظ كيف اتخذت كل أجزاء عقلك وضعية الاحترام الشديد والحذر من ارتكاب أي حماقة أمام هذا الشخص؟ هل تلاحظ مدى إحساسك بالتواضع طامعا في أن يأخذ كلامك وشخصك في عين الاعتبار؟ ولله المثل الأعلى. فماذا لو قلت لك الآن أن الحديث سيكون مع ملك الملوك، رب السماوات والأرض وما بينهما، الواحد الأحد؟ هل سيتخذ عقلك وضعية إحساس وانتباه أكثر والحذر من الكلمات أو الوضعيات التي تتحدث بها؟ مثلما تقف أمام أولئك البشر أصحاب المناصب. بالطبع لا. لماذا؟ لأنك اعتدت وتعودت على أفضال وقوة وعطف وسند ودعم ملك الملوك الذي ييسر ويسخر لك كل أمور حياتك بدون وسيط بينكما وفي أي زمان ومكان. ومهما كان وضعك ومهما كانت حالتك فقيرا أو ضعيف، تلبس بأناقة أو ممزق ثوبك وبدون أي مقابل. ولكن إشارات الله لك في هذه الأيام تريد بك رفعة وعلوا في شأنك، وتتابع الأحداث وتطابق أوقات الزمان والتواريخ هي إشارات إعجازية ربانية تقول لك يا عبدي، باب رحمتي مفتوح لك، وأريد أن أغير حالك وأزيل عنك ما يهمك وأغمرك بنعمتي وفضلي وأبدل قدرك لأحسنه. أما الآن فسنمسك أنا وأنت بمفتاح باب الرحمة الربانية هذه، وحل لغز التطابق والإشارات هذا الذي يخولنا ويسمح لنا أن ندخل هذا الباب العظيم من الرحمة في هذا اليوم، ويجعلنا ممن تبدلت وتغيرت أقدارهم للأجمل. ما ستسمعه مني الآن أريدك أن تقوله وأنت تستشعر الحديث مع الله الواحد الأحد، وتشعر برهبة التمجيد له سبحانه وتعالى، طامعا بقوة تمجيدك وتعظيمك له
بدخولك بوابة رحمته الرحمانية الروحانية اليوم وفي كل يوم تفتح لك. ردد الآن معي واستشعر الكلمات بقوة وعظمة التمجيد والتوحيد وأنت تخاطب ملك الملوك. استشعرها وفكر في معاني الكلمات التي تنطقها معا. هيا بنا معا مرة تلو مرة من قلب وبقوة. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح،
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس
رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.